أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نشرح أعظم وأضخم برنامج في عالم الكمبيوتر على مر التاريخ، برنامج يستخدم في صناعة الألعاب والمؤثرات البصرية للسينما والتلفزيون، كذلك يستخدم في المصانع والواقع الافتراضي، الرسوم المتحركة والكثير من المحاور الأخرى. إنه برنامج 3D Max. إذا تحب تتعرف على هذا البرنامج الضخم تابع الفيديو. برنامج 3D Max تابع لشركة أوتوديسك الأمريكية، واللي تعد من أشهر الشركات اللي تصنع البرامج الهندسية كبرنامج 3D Max وريفيت وبرنامج أوتوكاد وبرامج أخرى شهيرة مثل برنامج مايا. أيضا نستخدم برنامج 3D Max بصناعة الألعاب منذ فترة التسعينات بالقرن الماضي، وطبعا أشهر شركات الألعاب تستخدم هذا البرنامج في صناعة الألعاب. وطبعا تم إنتاج ألعاب شهيرة، كان أشهر هذه الألعاب لعبة واريغراف، تيمبا ريدر، هولو وين، هولو تو، والكثير من الألعاب، وهذه طبعا أشهر. وطبعا إلى الآن أغلب شركات الألعاب إذا ما تستخدم البرنامج بإنتاج الألعاب فأكيد تستخدم البرنامج بصناعة العروض الاستعراضية الخاصة بألعابها. طبعا هذا البرنامج بمميزات عديدة، أولا يحتوي على خواص فيزيائية مما تعطي الشخصية ديناميكية أكثر وتزيد من انطباع وإحساس اللاعب بأن الشخصية واقعية ويتفاعل معها بشكل كبير. أيضا برنامج عملاق ويحتوي على كميات كبيرة من الأدوات الخاصة بالنمذجة والتحريك والإخراج الفني. يستخدم برنامج 3D Max في الهندسة والعمارة وإخراج المباني الهندسية. طبعا كل مهندسين العمارة سواء هندسة المدني أو هندسة المعماري يستخدمون هذا البرنامج، وليعد عنصر مهم جدا من عناصر إخراج المباني المعمارية. طبعا هذا البرنامج يحتوي على مميزات، هذه المميزات ممكن تساعدنا على إخراج مباني بشكل واقعي، وطبعا بالاتحاد مع فلاتر ومقابس شهيرة كمقبس الفيراي، واللي من خلاله نقدر ننتج الإضاءة والظل والألوان وحتى الماتيريال الخاصة بالمباني والإكساءات. يستخدم برنامج 3D Max في الإعلانات التجارية، وخصوصا الإعلانات اللي تحتوي على أشكال 3 Dimension كإعلانات الهواتف النقالة وأجهزة التكنولوجيا الأخرى، كذلك إعلانات التغذية والسيارات وحتى الإعلانات الرياضية. طبعا الكثير من الشركات تنتج هذه الإعلانات باستخدام برنامج 3D Max، وذلك لأنه يعطي نتائج واقعية جدا مشابهة للحقيقة، وكذلك يحتوي بيئة قوية جدا للحركة والإخراج الفني. أيضا نستخدم برنامج 3D Max في إنتاج المؤثرات البصرية الخاصة بالأفلام، وطبعا جميع شركات إنتاج الأفلام السينمائية التي تحتوي على مؤثرات بصرية تستخدم برنامج 3D Max لإنتاج هذه المؤثرات، مما يزيد قوة وإثارة وتشويق أكثر في الفيلم. البرنامج له خواص كثيرة في إنتاج المؤثرات البصرية كنمذجة الشخصيات والتفجير والمطر والأجواء البيئية الأخرى.
يستخدم برنامج 3D Max في الواقع الافتراضي، وطبعا يستخدم في الكثير من المحاور الخاصة بالواقع الافتراضي. مثلا يستخدم في ألعاب الواقع الافتراضي القريبة من الواقع والتي تحتوي على مؤثرات قوية وحقيقية، حيث أنه يتم صناعة هذه المؤثرات من خلال برنامج 3D Max. أيضا يستخدم برنامج 3D Max في الواقع الافتراضي الخاص بأدوات الحرب وأدوات الطب كإجراء العمليات من خلال الواقع الافتراضي بشكل حقيقي وواقعي، طبعا من خلال تصميم ونمذجة شخصيات حقيقية قريبة إلى الجسم البشري وخوض العمليات الجراحية باستخدام الواقع الافتراضي على هذه الشخصيات المصنعة. أيضا يستخدم في الطب النفسي من خلال صنع أجواء خاصة للمريض لتشعره بالراحة. يستخدم برنامج 3D Max في صناعة الأنيميشن، وذلك لأن هذا البرنامج يمتلك إمكانية هائلة في صنع شخصيات وبيئة واقعية قريبة من الواقع، وحتى في بعض الرسوم المتحركة تكون قريبة جدا من التصوير الواقعي. وطبعا هذه الرسوم المتحركة أصبحت ضرورية جدا في العصر الحالي، سواء في استخدامها كمادة تلفزيونية أو استخدامها كعروض قصيرة أو حتى في السوشيال ميديا. وكما نلاحظ أنه في معظم العروض الرمضانية كل قناة لابد أن تصنع أنيميشن رسوم متحرك، وطبعا فئة مشاهدة هذه الرسوم ممكن تكون للصغار وحتى ممكن تكون للكبار، لأن هذه الرسوم مصنعة بواقعية جدا لا تشعرك بأنها رسوم متحركة، بل تتفاعل معها وكأنها فيلم حقيقي. يستخدم برنامج 3D Max في إنتاج وتصميم استوديوهات الأخبار والبرامج التلفزيونية، وذلك لسهولة الإنتاج. يعني القناة التلفزيونية مكان ما تبني الاستوديو بشكل حقيقي، وطبعا راح يكلف آلاف الدولارات، ممكن الاستعانة ببرنامج 3D Max لبناء وتصميم ونمذجة هذه الاستوديوهات، وفي الغالب تكون هذه الاستوديوهات حقيقية جدا وواقعية ولا تستطيع أن تفرق بينها وبين الاستوديوهات الحقيقية. وطبعا يتم بناء هذه الاستوديوهات بالاستعانة مع برامج أخرى مثل برنامج أدوبي أفتر إفكت. برنامج 3D Max في الصناعة بشكل كبير جدا، حيث يتم من خلاله تصنيع القطع الميكانيكية والهندسية بشكل عام ونمذجتها بواسطة برنامج 3D Max، ليتم توصيلها مع ماكينات خاصة تسمى ماكينات CNC، لتأخذ الأمر من هذا البرنامج وتطبع هذه القطع بشكل ثلاثي الأبعاد لتحولها إلى قطع حقيقية. أيضا يستخدم في الاختبارات الميكانيكية والهندسية للقطع الهندسية من خلال عمل بيئة خاصة مشابهة للبيئة الحقيقية اللي راح توضع بها هذه القطع، حتى يمكن التعرف على مدى متانة هذه القطع الهندسية. طبعا مثل ما شاهدنا برنامج عظيم جدا ورائع جدا، وطبعا كل هذه الأمور اللي انشرحت هي جزء بسيط من عمل هذا البرنامج، فقط هذه الأمور قدرت أني أتعرف عليها وأشرحها من خلال المصادر الرسمية المنتجة لهذا البرنامج. وطبعا في نهاية هذا الفيديو بإمكانكم التعرف على المصادر اللي حصلت من عندها هذه المعلومات، وأهمها شركة أوتوديسك، الشركة المصنعة لبرنامج 3D Max.
طبعا قبل فترة سوينا ستوري استجواب على الانستغرام وسألنا ماذا تعرف عن برنامج 3D Max. طبعا وصلتنا كثير جدا من الإجابات الرائعة جدا. جمعنا هذه الإجابات وقارناها بالمصادر وسوينا هذا الفيديو. تابع قناة الانستغرام حتى تساهم في صناعة الفيديو القادم.